بسم الله. طيب، وقفنا عند المثال رقم 3، بيقول لي العاملات المخلصات محبوبات. قلنا هنشوف الاسمين اللي بيقلدوا بعض، الاسم الثاني هنقول عليه النعت، الاسم الاولاني هنقول عليه المنعوت. ياسمين جاوبت، وانس برضو كان بيجاوب اول واحدة. جنى لو تقدري تبدأي معانا يلا. بيقول لي العاملات المخلصات محبوبات، فين الاسمين اللي شبه بعض؟ انا بدور في النعت والمنعوت على ايه، اسمين شبه بعض في كل حاجه. العاملات مخلصات. تمام. الاسم الثاني اللي هو اللي بيقلد دوت هنسميه النعت، فين هو؟ اللي هو المخلصات. المخلصات. تمام. وهنقول على الاولاني منعوت، اللي هو كلمه العاملات. تمام. يلا يا أنس، بنى خوفو الهرم الأكبر، فين النعت؟ فين المنعوت؟ فين الحاجة اللي بتتوصف؟ الهرم الأكبر، صح؟ مش أنت قلت كده ولا أنا سمعت غلط؟ لا الهرم. كده تمام، انا الهرم الأكبر. فين النعت اللي هو الكلمة التانية؟ النعت يعني ماشي الوصف. وصفنا الهرم بأن هو الهرم الإيه؟ الأكبر. الأكبر. يبقى الأكبر هو اللي نعت، والمنعوت اللي هو الكلمة اللي بتتوصف هي كلمة الإيه؟ الهرم. يلا يا ياسمين، في مصر صناعة حديثة، فين النعت وفين المنعوت؟ صناعة حديث تمام. يبقى النعت هو إيه؟ صناعة حديث قصدي حديثة. حديثة. و كده المنعوت كلمة صناعة. لو نلاحظ الأسامي اللي بالأحمر ديت هي النعت، يعني هي الكلمة التانية، إنما الكلمة الأولانية هي المنعوت، ودوت بيعرب حسب مكانه في الجملة، مش زي الإيه؟ مش زي النعت هو كل شغلانته إن هو نعت. تمام؟ فهنلاقي مثلا المنعوت اللي هو الوطن والغرفتين ليهم مكان من الإعراب، يعني يقول لك مثلا الوطن الجميل، كلمة الوطن ديت مبتدأ، والجميل هي اللي نعت. الغرفتين الكبيرتين، هتلاقي الغرفتين ديت مفعول به والكبيرتين هي اللي نعت. العاملات المخلصات، العاملات مبتدأ والمخلصات نعت. الهرم الأكبر، الهرم مفعول به والأكبر نعت. يبقى احنا بنعرف كده المنعوت بيبقى مكانه ايه، والنعت بيفضل نعت خلاص، ما هو إعرابه واستخراجه وكل حاجة. في مصر صناعة حديثة، حديثة نعت، بس صناعة ديت مفروض ان هي مبتدأ مؤخر. أنا على حد علمي أنتوا درستوا بسنة خمسة المبتدأ المؤخر في النظام الجديد، إن ساعات المبتدأ بيتأخر شوية. لو ما أخدتهوش مفيش مشكلة، خلاص انسوا المثال ده. نيجي بقى الإعراب، آخر واحدة جاوبت ياسمين، نلف تاني لجنى. بيقول لك الجليس الصالح خير من الجليس السوء. كلمة الصالح هنا إعرابها إيه؟ هيا يا جنى، كلمة الصالح بيقول لي طيب الجليل هل صالح؟ مش ملاحظة إن كلمة الصالح دي بتقلد الكلمة اللي قبليها في كل حاجة؟ هيبقى إعرابها إيه؟ الدرس بتاع النهاردة اللي هو أوله نون دوت، أقوله خلاص، ها هيبقى كلمة الصالح ديت إيه؟ نعت. طيب هتاخد إعرابها من اللي قبليها، هو اللي قبليها ماله، مرفوع ولا منصوب ولا مجرور؟ اللي قبليها اللي هو كلمة الجليس ديت مرفوعة ولا منصوبة ولا مجرورة؟ مبتدأ مرفوع، يبقى النعت دوت هيبقى نعت ماله؟ نعت مرفوع، وهنا هيبقى مرفوع بالضم، مرفوع وعلامة رفعه الضم. ماشي يا جماعة، عرفت كده؟ يلا يا أنس، خير من الجليس السوء. السوء دي هتبقى إعرابها إيه يا أنس؟ خير من الجليس السوق السوء السوق دي يا عم. أيوه بتقلد اللي لا قبل،
بتقلد اللي قبليها في كل حاجة يا أنس. مبتدأ إيه اللي في آخر الجملة ده يا أنس؟ ده اللي هو إزاي يعني؟ نعت. نعت. طيب هنا النعت بقى هيبقى مرفوع ولا مجرور ولا منصوب؟ هنعرف منين؟ نعرف نشوف اللي قبله. اللي قبليه ماله؟ طريق من الجليس. من الجليس. ها من الريس. الجليس ديت مجرورة صح؟ ايوه مجرور بمن وعلامة جر الكسرة. يبقى السوق ديت تبقى نعت ايه؟ ها مات فسح ما مجرور. مجرور انا بجر منك الكلام بالعافية. أو نعت ومجرور هياخد اسم، هياخد من ايه؟ من اللي قبل. يبقى نعت مجرور وعلامة جر الكسرة. تمام؟ طيب ملناش دعوة برقم اتنين، مش هعملها، فيها حاجة صعبة قوي، مش مستواك خالص. عايز كلمة جميلة في رقم ثلاثة، مين اللي عليه الدور؟ بتهيألي ياسمين كده. جميل. ها أنا بعمل في رقم ثلاثة، مالكيش دعوة باللي أنا عملته. أهو لغيتها خالص. رقم جميلة ثلاثة. جميلة جميلة نعت. جميلة نعت. تمام كملي بقى الإعراب. نعت ماله؟ نعت مرفوع. قطرة مرفوع علشان هو بيوصف الخبر اللي هو كلمة بنت، يبقى نعت مرفوع زي الخبر اللي قبله مرفوع. مرفوع هنا بإيه؟ وعلامة رفع وعلامة رفع الضمة. أنا هكتب بالضمة بس اختصارا للوقت. طيب اللي بعده جنى، بتهيألي الطريق المستقيم يوصل إلى الجنة. كلمة المستقيم وأنا كتبتها ليه؟ ما هي أصلا بتنزل. نعت مرفوع علامة رفع الضمة. يلا يا جنى. يا جنى كلمة المستقيم، الطريق المستقيم. طب أنس لغاية لما نشوف إيه المشكلة مع جنى، مش بتردش ليه؟ ها يلا يا أنس. طريق الطريق المستقيم يوصل إلى الجنة. المستقيم بتقلد كلمة الطريق يبقى مالها؟ حد طلع جنى فعلا. نعم. نعت. ايوه نعت. يبقى نعت ماله بقى؟ مرفوع ولا منصوب ولا مجرور؟ اللي قبليه مبتدأ والمبتدأ بيبقى مرفوع، يبقى النعت اللي بعديها يبقى ايه؟ زيه بالظبط. مرفوع. نعت مرفوع. ايوه كده يبقى نعت مرفوع علامة رفع الضم. شيل الشخبطة ديت. طيب مين اللي معانا تاني؟ جنى دخلت تاني اهو. يلا يا جنى. جنة الله الغالية. ها جنة الله الغالية قريبة. يلا يا جنى، ولا انت برضو لسه عندك مشكلة؟ نعت نعت. نعت ماله؟ هو نعت الكلمة ايه؟ لجنة ولا لفظ الجلالة؟ يعني هو بينعت ايه؟ بيوصف كلمة جنة. طب قال لها ده فيه ألف ولام هو متعرف، وكلمة جنة ما فيهاش ألف ولام بس اتعرفت بكلمة الله، جنة الله، فكأني قلت الجنة الغالية مثلا. تمام. طيب يبقى كلمة الغالية ديت نعت زي ما انت قلتي، تبقى نعت مرفوع زيها زي اللي حللها أنس من شوية، يبقى نعت مرفوع وعلامة رفع الضمة لأنها بتوصف مبتدأ مرفوع. كلمة قريبة بقى هي اللي خبر، يبقى جنة الله الغالية مالها؟ قريبة. يلا يا ياسمين. ياسمين طلعت.
طب يلا يا أنس، لعل المصريات المخلصات مفيدات. المخلصات. لا، المصريات المخلصات مفيدات. المخلصات مفيدة. المخلصات مفيدات. أنا عايز المخلصات الأول، سيبك من المفيدات. مخلصات. اسم ما نادر. هي المخلصات دي بتوصف إيه اللي قبليها ولا ما بتوصفش؟ قبليها ها؟ قبليها نعت. أيوه. اللي قبليها بقى اسم لعل منصوب بالكسر، اللي هو لعل المصريات، يبقى النعت ماله؟ منصوب بالكسرة. منصوب، وهنا برضو بالكسرة لأن هو نفس النوع، يبقى علامة نصبه الكسر، نعت منصوب أخذ إعرابه من اللي قبله. ماشي. وكلمة مفيدات ديت خبر لعل مرفوع بالضم. تمام، خبر لعل منصوب. مرفوع بالضمة. الدور تمام. كان على ياسمين، وياسمين رجعت. أصبحت الأرض الخضراء مبهجة. إيه يا ياسمين؟ نسأل رقم 7 اللي قدامنا ده. الخضراء منعوت. يعني هو اللي بتوصف؟ مفيش إعراب اسمه منعوت على فكرة، المنعوت ده في الاستخراج بس. الأرض الأرض هي اللي منعوت، وبعدين الأرض ديت اسم أصبحت، هي منعوت في الاستخراج بس، إنما ليها إعراب تاني اللي هو هنا اسم أصبحت. والخضراء ديت عبارة عن إيه؟ ها، درس نعم. بتاعنا نعت. ماله بقى؟ مرفوع ولا منصوب ولا مجرور؟ مرفوع. مرفوع. كويس قوي. مبهجة بقى، كملي جميلك. مبهجة. أصبحت الأرض مبهجة. أصبحت دوت مش ليه خبر ولا هنسيبه كده باسم بس؟ مش لازم له اسم اللي هو الأرض. مبهجة تبقى خبر مرفوع وعلامة خبر رفعه الضم. أصبحت، ثواني، خبر أصبحت منصوب. أصبحت ده من أخوات كان. إحنا المرة الجاية هنراجع كان وإن والنعت. أنت لو تفتكروا إحنا كل 3 حصص، الحصة الرابعة بنراجع على ال3 حصص اللي قبليهم، فهنراجع على كان وان والنعت وخصوصه، ومش هنراجع بكهوت معلش علشان نركز اكتر واكتر واكتر. هنراجع بقطع، ونراجع باسئله زي اللي قدامنا ديت عشان المعلومات تثبت واتطمن اكتر واكتر. خبر اصبحت منصوب لان اصبحت من اخوات كان، وكان بترفع وكده تنصب. ماشي. الحصه الجايه ان شاء الله مهمه، حاولوا ان انتوا تحضروا من الاول للاخر ومركزين. إن الهواء النظيف منعش. الدور على مين؟ الدور على أنس هيألي. ده هنكمل المثالين دولت ونتملى على طول. إن الهواء النظيف مش إن الهواء النظيف منعش. أيوه. النظيف ايوه ماله النظيف؟ النظيف انا ايوه انا عايز اعرابه بقى النظيف بقى. اعرابه ايه؟ الدرس بتاع النهارده انس اللي هو نعت. نعت بيوصف الهواء، بينعت الهواء او بيوصفه ان هو النظيف، الهواء النظيف. تمام. والهواء دوت منصوب ولا مجرور ولا مرفوع ولا ايه دنيته علشان نكمل اعراب النعت؟ ها، هو هياخد منه النعت، هيبص له يشوفه مرفوع يبقى مرفوع زيه، منصوب يبقى زيه، مجرور يبقى زيه، هو بقى ايه؟ ها، هيبقى ايه هو؟ ان الهواء اسم إن ان الهواء منصوب، اسم ان منصوب، يبقى النعت اللي منصوب. بعديه
نعت منصوب اشمعنى منصوب؟ وعلامة نصبه الفتحة يا أنس. طيب ياسمين ولا جنى اللي عليهم الدور؟ ياسمين ولا جنى؟ مين اللي لسه مجاوب قبل أنس؟ أنا أنا طب معلش يلا ياسمين، أنا بصراحة مش عارف مين اللي كان بيجاوب أنا قبل. اللي دور. طب يلا لا أنا عامل اللي كنت، أنا ياسمين اللي كنت مجاوبة. اه طيب يبقى جنى ماشي. عامل الناس معاملة حسنة، اعرب كلمة حسنة. نعت نعت ايه بقى؟ هتفرق بقى في كلمة معاملة. خلي ياسمين تساعدك وتقول لك كلمة معاملة ديت هتبقى اعربها ايه عشان انت تكملي النعت وتشوفي نعت ايه. معاملة ديت هتبقى ايه ياسمين؟ عشان ده اخر سؤال عايزين نشغل الناس كلها. ها بأي ها عامل الناس معاملة، عامل معاملة ها يبقى ايه؟ لو حد تاني عارف يقول مفعول، مفعول ايه بقى؟ مفعول مطلق. مفعول مطلق منصوب بالفتح. تمام، يبقى كلمة حسنة نعت منصوب، وهنا برضو هيبقى برضو بالفتح، يبقى نعت منصوب وعلامة نصبه الفتحة، لأن معاملة مفعول مطلق منصوب بالفتح. طيب نجهز ورقة، هناخد النهاردة إملاء من نوع جديد. إيه هو النوع الجديد دوت؟ الإملاء هتكون عبارة عن قطعة وإنتوا هتكتبوها تاني بس مظبوطة. يعني إيه؟ ثانية واحدة. تمام تحوت. لكم شير بالصورة أهي، دي قطعة. القطعة ديت هتكتبوها تاني دلوقتي، أنا هقولها اهوت، تكتبوها تاني بس صح. طبعا فيها غلطات كتير، بيقول لي هذا الوطن الحبيب، شايفينها كويس صح؟ ردوا عليا عشان أعرف شايفينها كويس. ايوه تمام، شايفاها. هذا الوطن الحبيب يحبه أبناؤه فصلة، ويقدرونه فصلة منقوطة، لأنه صاحب فضل عليهم فصلة، عاشوا في أرضه فصلة، وتظللوا بسمائه فصلة، وشربوا من نيله العذب الصافي فصلة منقوطة. فهل تعرف فضل الوطن عليك وعلى كل المصريين؟ علامة استفهام. عايز اكتب الجملة تاني كلها، مش هكتب الغلطات بس، اكتب الجملة التاني كلها كأني مليتها، كأني مليتها، بس طبعا اكتبها كلها صح. اتمنى ان انتوا ما تصححوش الايه الحاجات اللي هي اصلا صح، صححوا الغلطات كلها من غير ما تيجوا على الحاجات اللي هي اصلا مظبوطة. اقولها تاني اهوت وانتوا بتنقلوا، تنقلوا طبعا صح. يعني نكتبها كلها ونصحح الغلطات صح بنكتبها. ايوه اكتبيها كلها صحيحه، اعيدي كتابه القطعه صحيحه، يعني الكلمه اللي صح تنقليها زي ما هي، الكلمه اللي غلط تكتبيها صح وتديني الاجابه ايه كامله. ده يعتبر كمان واجب علشان انا عارف ان هي ايه، ان هي صعبه شويه. هذا الوطن الحبيب، وممكن نطلع منها اي نعت نلاقيه على فكره، نطلع منها اي نعت نلاقيه، ده كمان ايه واجب علينا، اي نعت نطلع. يبقى هنعيد كتابة الجملة صحيحة ونطلع منها أي نعت، فيها كذا نعت. هذا الوطن الحبيب بتكتبه؟
علشان مش هقفل غير لما تخلصوا كتابة، زي الإملاء بالظبط. هذا الوطن الحبيب يحبه أبناؤه فصلة، ويقدرونه فصلة منقوطة، لأنه صاحب فضل عليهم فصلة، عاشوا في أرضه فصلة، وتظللوا بسمائه فصلة، وشربوا من نيله العذب الصافي فصلة منقوطة. فهل تعرف فضل الوطن عليك وعلى كل المصريين؟ علامة استفهام. أنس كتبت لغاية فين؟ أبناء ايه ده، انت لسه في الاول. جانا كتبت لغايه فين؟ ايه جانا كتبت لغايه فين؟ أبناء برضو؟ لا انس، انت قلت لي خلاص ابنائه، وبعدين انت لسه من ساعتها في ابنائه برضو؟ أنا بسأل جانا، لا لغاية فين كتبت؟ ناس بترد بالقطارة. كتبت لغاية فين يا ياسمين؟ عاشوا في أرضه تمام. بدنا نسرع شوية. ماشي، طبعا اللي هيسيب غلطة زي ما هي يبقى معنى كده ان هو بيكتبها بالطريقة دي اساسا.